كل من سير كسب غوش ونداح إلا دغيشم يوم سير على فنيخ شاف الجمال شاف الجمال ورد له عقب ما راح خطب وصارت رغبته بنت بالميخ والصبح جا كونا على المال وصياح ضرب الهنادي غادي له تصريخ رتب الكحيلة وانتصل قوم بسلاح وفعل فعول تنكتب بالتواريخ. ما كل من سير كسب غوش ومداح غيشم يوم سير على فنيخ شاف الجمال ورد له عقب ما راح خطب وصارت رغبته بنت بام الله يمسيكم بالخير. أجدادنا في نجد كانت لهم أمثالهم التي تعبر عن الحياة الشعبية التي كانوا يعيشونها في نجد. معروف أن الأمثال لها تأثير فعال، ومعروف أيضا أن كل مثل له قصة. تقريبا قدمنا لكم في الأسبوع الماضي مثل شعبي بعنوان إنوى زباد، وفي هذا الأسبوع مع مثل شعبي آخر هو سنه ابن ميخ. إذا مشى الرجل مشية تكبر وتبختر لذع عوام نجد بقولهم الله من الميخ، ويخففون من السخرية ويقولون سنه ابن ميخ. وإذا شاف الرجل زوجته تكلفوا بحاجات فوق طاقتهم، فوق طاقة الزوج والزوجة، قال لها بسخرية والله لو أنت بنت بالميخ. وإذا كان أحدهم مبالغ في حب وود زوجته وكثير التحدث في فضائلها يقول اللي يحسدونه سنه جايب بنت بالميخ. وهذا المثل أيها الإخوة يقال في حاضرة وقرى نجد منذ عشرات السنين، أي منذ 150 سنة تقريبا. وهذا المثل مأخوذ من واقع سيرة فنيخ ابن ميخ. تعالوا معي أيها الإخوة نشوف كيف قالوا المثل. اهجموا الحيشل على بيوتهم، أي اسلموا ابشارهم وغنمهم وحلالهم، أي وراحوا أزل. والبيوت ما فيها الا نسوان. أي يوم جاء الرجال
صاحوا عليها الحريم. الحشر خذ بشارنا، الحشر خذ حلالنا. اي قالوا لنا جيبوا اسلم اركب الفرس وخذي هذبها ويطردهم وهو يقول اسلم يلا اقهرهم لا ناتيهم، يلا اقهرهم لا ناتيهم. اي عشان يفعل فيهم. اي ابن طقهم يلا اقهرهم لا ناتيهم، يلا اقهرهم لا ناتيهم. ويوم انه طلع فوق الطعس وشافهم قريبين قال يلا اقلعهم قدهم ذالا. شاف الدفاع وخف منه. من اول يدعي بشجاعه ويوم شافهم طلعوا بالله. الله يحييكم جميعا، هذه والله الساعة المباركة. هذا ابو متعب. يا هلا يا هلا ابو متعب. جزاك الله بالخير ابو متعب. جزاك الله بالخير ابو متعب. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير ابو متعب. جزاك الله بالخير. استريح يا ابو متعب. الله يحييك. تفضل سيدي. كيف حالك بخار؟ بخار عزاك بخار. يا دافع من تبخن يبي ينطق سنه بالميخ. يا دافع امسكي سنه شايل سبع طبق. عينه خير عينه خير. اي والله عينه عينه خير يا جماعه، لا تهزون بالناس وعطونا هرجه رجاج. اي والله حق. جزاك الله خير يا فلا. وش تقول يا عبد الله؟ وش تقول بشرية تم؟ عزاها إن شاء الله مربحة. وأنا عاد أعرف ربحي من خسارتي؟ ها؟ وش لو ما تعرف ربحك من خسارتي؟ والله يا فلاح ولا يهونون الربح. لا أنها 700 ريال فرنسي فوق الجصة من 7 أشهر ما دريت عنها إلا أمس يوم جيت أنجب تمر بالجصة. والله يدحر شيطانك. آها ويضا ابي الطرف معزه اشياء طلعتها للبر مع الشاوي. ايوه والله اني ناسيها نسيا. اي ولا ذكرتها الا يوم صلوها علي.
تناسلت تناسلت الا نبلغت 500 طرف. الله من الميخ يا عبد الله. وش ذا الميخ يا اخوي ذا؟ وش هالفخفخه ذي؟ الله الله يحلل الله يحلل. وانا اخوك ابن متعب والله يا مشيته والله نهزه من حدك يا عبد الله. استغفر استغفر يا رجال. بلك الله يهديك جبت لنا حسين ما يعقل. لقد بالغ عبد الله في الكلام واستكثروا منه ذلك بسبب الأرقام التي ذكرها لعلمهم بحالته المادية ووضعه الاجتماعي، فرماه أحدهم بالميخ أي المبالغة في الكلام ونحو ذلك. وهناك أيها الإخوة المشاهدون كلمة مرادفة أو مثل مرادف لهذه الكلمة وهو هذا مثل؟ اي مثل يا عبد الله. وش قصته يا جماعة الخير؟ قصته تنطبق عليك بس لا تبعد عن نفسك يا ميت النار. الا سووا خير سووا خير تدفون وعلموني به وبعطيك معرقة. الحين يا عبد الله الله يهديك هذا كبرك هم تعرف هالمثل؟ كثر الهرج سفاهة. لاني عارفه ما كان سألتك. هذه يا عبد الله قصة معروفة. هذا قصة فنيخ أبو الميخ كلني أعرفها الله يرحمه. هذا رجال شجاع ورجال معروف ما يخاف على أحد. تقصد الشاعر اللي من شيوخ شمر؟ أي بالله الله الله عرفته عرفته. هذا رجال كريم وشجاع مو بلعب. اي بالله الحمد لله انك عرفته يا عبد الله. كيف ما عرفه؟ هذا رجال غني مو هو بلعب. اي بالله رجال تراه يحب الشكاله وما يلبس الا احسن الثياب. خف عليه. اي ذكرتوني بالوالد الله يرحمه. ما كان يهزمني الا بذاك الرجال. يقول خل عندك عزه نفس ورجوله وشهامه ولا تكثر الهرج مثل ابو الميخ. هو صاد من ابوك يا عبد الله. هو صاد الرجال. وانا اخوك يوم يثقل في مشيه ويثقل في كلامه يقولون له الاولين سنها ابو الميخ. صحيح. لا بعد ناقصك شيء يا عبد الله. الا صار الرجال يكثر الهرج ويهرج هرج سامج ما له سنع. قالوا له الله من الميخ. يعني تبي تقول مهوب كفو يصير مثل ابو الميخ؟ اي بالله اي بالله الله الله الا يا فلاح اسلم. قولتهم سنه جايب بنت ابو الميخ. اي وش يقصدون فيها وانا اخوك؟ اي هذه سالفه ان وانا اخوك ينسبونها لبنت ابو الميخ. اي بنت سنعه جميله بنت ما خلت بالزين شيء ما شاء الله. اي اللي كنا نخطبها من ابوها. الله الله اللي كنا نخطبها من ابوها. ابوك مرحوم يا فلاح عزلها اني ذكرتها وانا اخوه. هذه يقولون خطبوها ناس كثيرين من ابوها رجال شجعان وفرسان لكن عي ابوها لا يزوجها. يقولون ما زوجها الا على تغيش من الشمري. صدق اللي خذ 15 قلاعه في يوم واحد. صدق صدق تبل 15 يوما 15 يوم قلاعة في يوم واحد. وترى منها وانا اخوك قلاعة فنيخ. اي منها قلاعة فنيخ اللي تسوى 60 ناقة ما شاء الله. اي عز الله اني اذكر قصيدة فنيخ. تذكرها حفظها. الله سمعناها. اعزائي المشاهدين هكذا عشتم مع المثل سنة ابو الميخ. والمثل كما استمعتم الى قصته معروف من امثالنا الشعبية في نجد. وكما تعرفون ان الامثال تأثير فعال كان لهذا المثل اثره الكبير. ما كل من سير كسب غوش ونداح الا دغيشم يوم سير على فنيخ شاف الجمال شاف الجمال ورد له عقب ما راح خطب وصار رغبته بنت بالميخ.
مكلمن سيارته.